أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا عباد الله، من نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه أن خلقهم أزواجا رجالا ونساء وجعل بينهم المودة وهي أقصى المحبة والرحمة ليكون أساس اجتماع الرجل بالمرأة اجتماعا شرعيا وهو الزواج الذي أباح الله سبحانه وتعالى به اجتماع الرجال بالنساء وحرم ما سوى ذلك وقال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالزواج من نعم الله سبحانه وتعالى الكبرى، فبه يسكن الرجل إلى المرأة وتسكن المرأة إلى الرجل، وبه تؤسس العائلة التي هي مجتمع مصغر، وبها ينشأ الأطفال صالحين إن كانت أسرة صالحة قائمة على أساس تقوى الله سبحانه وتعالى والالتزام بأمره، أو أبناء طالحين إن كان الأمر عكس ذلك. One of the greatest نعم of Allah سبحانه وتعالى, brothers and sisters, that Allah سبحانه وتعالى mentions and reminds us of in Surah Al-Rum is that He says that one of His نعم that He has bestowed upon you is that He created for you from amongst yourselves mates so that you will find peace and tranquility in one another, and that He has established amongst you love and mercy. Indeed, in this is a sign that points to the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala for those who use their minds and those who ponder about the creation of Allah. Marriage is a great ni'mah from Allah subhanahu wa ta'ala. It is the only way that Islam recognizing for having a relationship between a man and a woman. For anything beyond that is zina, and anything beyond that is haram. It is the foundation upon which a family is established, and new generations of Muslims are raised up if the marriage is a sound one and established on the right foundation. Inshallah, the children will be good members of the society and good members of the Sunnah. And if not, the result will be the opposite. إلا أن الله سبحانه وتعالى يا عباد الله يعلم ضعف البشر ونقصهم ويعرف ضعفهم وعجزهم، فأباح لهم إن لم يستطيع أن يجعل من الزواج سبيلا إلى إقامة حدود الله، سبيلا إلى الخير، سبيلا إلى تحصيل الأجر من الله سبحانه وتعالى، قد أباح لهم الطلاق. وفي القرآن سورة اسمها سورة الطلاق، يقول الله سبحانه وتعالى في أولها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله. الطلاق إذن هو حل، ولكنه ليس هو الحل الذي يلجأ إليه في أول خلاف يحدث بين الرجل والمرأة بين الزوجين، فإنه كما في الحديث المشهور: أبغض الحلال عند الله، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، فلا يلجأ إليه إلا إن أصبح هذا الزواج مؤديا إلى الفتنة أو مؤديا إلى الإثم أو مؤديا إلى ضياع الأبناء، أو أصبح شره خير من نفعه لمن كان فيه، فحينئذ أباح الله سبحانه وتعالى الطلاق. أما ما يفعله كثير من الناس في هذه الأيام
من مصارعتهم إلى الطلاق عند أول إشكال يجدونه، فلا يستطيعون صبرا ولا يبحثوا في الحلول، بل يلجؤون مباشرة إلى إنهاء الزواج، فإن هذا نوع من الاستخفاف بدين الله، هذا نوع من الاستخفاف بالزواج، لأن الزواج سماه الله سبحانه وتعالى ميثاق غليظ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الله سبحانه وتعالى tells us that marriage is a serious matter. He calls it a serious covenant. It is not something to be taken lightly. Even though Allah subhanahu wa ta'ala has allowed divorce, and yet divorce is not the first solution or the first exit that married people should look for when they face a problem. If they do that, actually they are taking lightly the ahkam of Allah subhanahu wa ta'ala. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. Prophet عليه الصلاة والسلام says there is no joking in these matters. You don't take it seriously. You do not make it a subject of joking. النكاح والعتاق والطلاق. Marriage, divorce, and freeing a slave. These are serious things that you should not take seriously. You should not take lightly. But rather, exactly like you plan your marriage, or you're supposed to, and you make sure that you are choosing the right person, or you're supposed to, and you make sure that it is the right time for you to get married, that you have fulfilled all of the prerequisites for a successful marriage, divorce is the same thing. It has to be planned, and it has to be done in the right way, and it has to be the result of a thinking process, part of a decision making. It is not something that you do just because you are angry, like many people do. And after 5 minutes you regret it, because you know that you have made the wrong decision under the wrong circumstances, or when you are in the wrong emotional situation. Nowadays, brothers and sisters, unfortunately, even in our community, we're having a high rate of divorce. For the first time, people who are divorcing are more than people who are married. This is a troubling sign that we have to pay attention to, and we have to study, and we have to make sure that we strengthen our families, especially the young ones, those who are just starting their lives as husbands and wives. They need good input. They need people who strengthen their divorce, not those who weaken it, because those are the ambassadors of the devil. Those who break couples, those who encourage husbands to leave their wives, or wives to leave their husbands, those are the ambassadors of the devil. In the authentic hadith, the Prophet says that Iblis, he sends his delegates and his helpers and his agents throughout the earth. And then when they come back to them, he asks each one of them, "What did you do?" One of them will brag, and he will say, "I started to whisper in the ear of such and such. I did not leave him until he drank alcohol." And the beast will tell him, "That's nothing." Another will say, "I continued to whisper in the ear of such and such until he stole something." And again, Iblis will tell him, "You have done nothing." And he will continue to ask each one until one of them would say, "I continue to whisper in the ear of that man until he divorced his wife." Then he will bring him closer to him and make him sit on his throne, and you tell him, "You are the one. You are the one who is doing the evil job. You are the one who have accomplished what I want to accomplish on this earth." And that is the breaking of a family. That's why the Prophet عليه الصلاة والسلام says, "ليس منا من خبب امرأة على زوجها." He's not one of us. He's not a Muslim. The one who turns a woman against her husband. Keep reminding him of bad things about him, telling him to leave him, and so on, until she becomes convinced of that. That is the work of the devil. And vice versa. If somebody is encouraging a man to divorce his wife and keeps telling him bad things about her,
and encouraging him to divorce her, Prophet عليه الصلاة والسلام says, such a person ليس منا. He's not one of us. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إخوة الإسلام والتعاون على البر والتقوى والنصيحة التي هي حق للمسلم على أخيه المسلم هي أن تساعده على نجاح زواجه، أن تساعده على القيام بأعباء زواجه، أن تعينه على الشيطان لا أن تعين الشيطان عليه. فرفقة السوء هذه التي تزين للناس هذا الأمر إنما يعملون عمل الشياطين والعياذ بالله. يا عباد الله، فإذا كان لابد من حل إذا وقع الشقاق فالأصل أن يحله الزوج والزوجة حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى به فيما بينهما. إذا حصل مشكل، وهذا أمر طبيعي بين الناس لأن الناس ليسوا ملائكة وليسوا أنبياء، وكلنا فيه العجز وفيه النقص، وكلنا عرضة لتقلبات الأمزجة والأحوال وغير ذلك، فالأصل أن تحل هذه المشاكل بين الزوج وزوجته فقط. بعض الناس تراه إذا حصلت له مشكلة مع زوجته لا يكلمها أو هي لا تكلمه ويظنون أن في هذا حل، هذا يزيد من الشقاق ويزيد من تنافر القلوب. الأصل إذا حصلت مشكلة أن يتم بحثها ما سببها وكيف الحل الصحيح فيها، لا أن يمتنع الزوجان عن التواصل أو أن يمتنع عن الكلام. فإن نجح في حل مشاكلهما فبها ونعمة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإن خفتم ألا يقيم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا توسع الخلاف ولم يجد له حل كان لابد لهما أو لكل منهما أن يختار من طرفهما رجل من أهل الصلاح والتقوى والإصلاح بين الناس، فيجتمع هؤلاء الحكمان ويتباحثان في أمرهما بنية الجمع بينهما، ليس بنية الطلاق، بنية مساعدتهما على حل ما بينهما من الإشكال وإعادة المياه إلى مجاريها. أما إذا كان كل واحد منهما قد جاء وهو لا يهمه أمر هذا الزواج بل يهمه الانتصار للطرف الذي يظن أنه يمثله، فهذا عدم وجوده أفضل من وجوده. الأصل أن الحكمين موجودين من أجل مساعدتهما على استمرار الزواج لا على إنهائه، هذا هو الأصل. In case there is a problem between a husband and a wife, brothers and sisters, the first thing that the couple should do is that they should try to solve their problems by themselves and not to immediately jump to other people seeking their help. Unfortunately, nowadays, the wife immediately starts to call her mother or her father, and the husband does the same, calling his friends or other people and seeking their advice and seeking their help. If you cannot solve your problems with your husband, if you cannot solve your problems with your wife, you are not up to marriage. That is how you should look at it. Don't get married if you cannot handle marriage, if you cannot maintain a relationship between you and your wife. You are mature, you're an adult, she is mature, she's an adult. You're supposed to be able to sit down and talk to each other in a mature way and try to find a way out and try to avoid problems or solve the problems that you have. That is the first step that should be done. If that doesn't work, Allah subhanahu wa ta'ala says that if you feel that they are going to split in divorce, before they do that, send a delegate from her side and a delegate from his side. And let them try to bring them again together. In this case, you have two people who are coming for the purpose of saving the marriage, not for supporting the side over the other, as many people nowadays unfortunately think. The purpose of these two delegates is to make sure that they return this couple, these two people,
again to each other. فإن لم يحصل هذا إخوة الإسلام وأصبح وجود هذين الشخصين في هذا العقد الاجتماعي وفي هذه العائلة ضرره أكثر من نفعه وينتج عنه الإثم أكثر مما ينتج عنه من الخير أباح الله سبحانه وتعالى حينها الطلاق. ولكن الطلاق كما قلنا لا يقع هكذا، لا يقع بدون تخطيط، بل لا بد من التفكير ولا بد من اتخاذ القرار بناء على روية. ولهذا بين الإسلام أحكاما تتعلق بالطلاق تمنع الرجل من أن يطلق بدون روية وبدون تفكير. فمن ذلك أن هناك طلاقا بدعيا وطلاقا سنيا. فالطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة إلا إذا كانت حاملا، فإنه يكون طلاقا بدعيا أيضا. طلقة واحدة فقط. قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: طلقت زوجتي 100 مرة. قال له: طلقتها ب 97 طلاقا استهزاء منك بالله ورسوله. هذا ليس هذا لعب، كان يكفي 3 طلقات، وحتى هذه 3 الأصل أن لا تتم في مجلس واحد. الصحيح والطلاق السني أنه يطلقها في طهر، إن كانت حائضا كان الطلاق حرام، وإن كان غالب الفقهاء يقولون أن الطلاق البدعي يقع لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من فعله طلقت زوجك وأغضضت ربك، يعني وقع الطلاق وأثمت فوق ذلك. فالصحيح من قولي العلماء أن الطلاق البدعي يقع، ولكن الصحيح هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. ثم بعد ذلك تعتد المرأة في بيت زوجها. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري لعل الله سبحانه وتعالى يزيل ما في النفوس من الغضب تجاه الآخر، لأنها ستبقى معه في نفس البيت 3 شهور. الهدف من العدة هي أن ينظر كل منهما في أمره ويراجع أمره ويرى إن كان الحل لما بينهما هو الطلاق أو أنهما يستطيع المراجعة مرة ثانية. فإذا انتهت العدة ولم يحصل الرجوع أصبحت بائنة منه بينونة صغرى. البينونة الصغرى يستطيع أن يتراجع بعد انقضاء العدة، قبل انقضاء العدة لا يحتاجان إلى عقد ولا إلى مهر ولا إلى شهود. أما إذا انقضت العدة ولم يتراجع وأراد أن يتزوج مرة أخرى فإنه يجوز له ذلك بعقد صحيح جديد ومهر جديد، ولا حاجة لمحلل. المحلل يكون في الطلاق الثالث، بعد الطلاق الثالث تحتاج أن تتزوج ثم يطلقها زوجها الجديد أو يموت عنها فتستطيع بعدها أن تتزوج الأول. هذا هو السبيل الصحيح للطلاق، وهذا هو أفضل أنواع الطلاق، وهو ما يسمى بالطلاق السني. هذا هو الطلاق الصحيح. فما بالك هذه الأيام بمن يطلق زوجته في المجلس الواحد 100 مرة؟ أنت طالب 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 ويكرر ذلك ويظن أن الأمر هزر وأنه لا ينبني عليه شيء. My dear brothers, in case that there is inevitably going to be a divorce, Allah سبحانه وتعالى calls it تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تسريح بإحسان. Divorce in a beautiful way. And that is what is known as الطلاق السني. The Sunni divorce. And the Sunni divorce is a divorce that is done based on understanding when you are not under any
anger or under the influence of any emotion, but rather you have thought about it and you have planned it. Then you choose the right day, and that is, it should be during a time after a menstrual period that you did not have any intimate relationship with her. Then you divorce her one time. That is called talaq rajli, revocable talaq. You could revoke it any time during the iddah time, which is three periods, almost 3 months. During that time, she is supposed to stay with you in the same place. Allah subhanahu wa ta'ala says, لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. You do not know, maybe Allah subhanahu wa ta'ala will change the hearts of one of you or both of you towards each other, and you, then you will go back to each other, and that is the purpose of iddah. Again, nowadays, people divorce and they leave their homes, or the wife leaves her home and goes and thinks that that's it, it is final. That should not happen. The right thing is that the husband divorces one time, and then she has the time of 3 months in order to reconcile. If they reconcile during that period, there is no need for them to do any marriage contract or anything, any word or any action of intimacy towards one another revokes the marriage, and they are back husband and wife again. There is no need for them to do anything. If the period of 3 months passes and they do not reconcile, then they can remarry again with a new contract and a new dowry and a new with witnesses. There is no need for her to marry a third person. That is in the case of the third talaq. In the case of the third talaq, if he divorces her three times, then فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ. She can't go back to him حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا, until she marries somebody. Not a phony marriage, a real marriage. And then the new husband divorces her or he dies, then she can go to the first one with a new contract. See, brothers and sisters, all these obstacles that Allah subhanahu wa ta'ala is putting in front of you before you reach the final talaq. Some people nowadays say Muslims divorce their wives just with a word. That is not true. هَؤُلَئِهُمُ السُّفَهَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Those are the ignorant among the Muslims who do that. It's not the way to divorce a wife. It's not just to tell her that you are divorced and that's it, and you walk out. There is nafaqa, there is responsibilities. Even during the iddah, if you die or she dies, still she inherits you and you inherit her. You're still husband and wife during the period of iddah, during the time of iddah. All of that in order to preserve the marriage, in order to give them a chance. Even after that is done, you still have two more chances. One more, and then after the third is the final divorce. It is not a simple thing that people, some people imagine, or some people accuse Islam of making divorce a very easy thing that a man can do at any time that he wants to. إخوة الإسلام فإن حصل الطلاق فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. لا يعني أن يتحول الناس إلى أعداء, لا يعني أن يبدأ كل طرف بالغيبة والنميمة في الطرف الآخر وفي ذكر نقائصه والانتقاص منه. لا يعني أن تغضب عائلة فلان على عائلة فلان لأنه حصل طلاق. هذا كله من الجهل ومن كلة الدين ومن سوء الأخلاق ومن كلة الأصل أيضا. الصحيح أن الناس تأتلف وتختلف, هكذا خلق الله سبحانه وتعالى القلوب. كما يقولون لم يحصل نصيب وحصل الطلاق, يذهب كل في حال سبيله لعل الله سبحانه وتعالى يغني كلا من فضله, لعل الله يغني الرجل بزوجة أفضل من الأولى ويغني الزوجة بزوج أفضل من الأول. لا يجوز أن يتحول هذا الأمر إلى عداء. ولا تنسوا الفضل بينكم, لا تنسوا ما كان بينكم من العشرة, ما كان بينكم من المحبة. بل إن الإسلام يشجع الرجل حال الطلاق أن يهدي زوجته شيئا, كما قال الله سبحانه وتعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الأصل أن يهديها شيئا حتى لا تذهب وفي نفسها شيء عليه. الآن إخوة الإسلام تحول الطلاق إلى حرب, حرب مدمرة. الكل يريد أن يدمر الطرف الثاني وينتقم منه انتقاما شنيعا بأي طريقة,
يشوه سمعته، يشتمه، يعني كان عنده قريبة له طلقها أيضا انتقاما، يقاطع لا يكلم، يتحول إلى أعداء، وكأن الدنيا قد انتهت. هذا كله من الجهل ومن قلة الدين ومن قلة تقوى الله سبحانه وتعالى. وأكثر من ذلك ظلما النظر إلى المرأة المطلقة النظرة الدونية، وكأنها قد ارتكبت جريمة، مع أن السبب قد يكون الرجل وليس هي، أو قد يكون ليس هناك من تلومه لأن الطرفين لم يكونا مناسبان لبعضهما من الأصل. هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهن كن مطلقات، الوحيدة التي لم تكن مطلقة هي عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، أما باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهم كلهن كن مطلقات، وكثير من الصحابيات كانت تتزوج وتطلق ثم تتزوج وتطلق أكثر من مرة. ولكن هذه العادات التي فيها ظلم، وأكثر الظلم كما قلت يقع على المرأة في هذه الحالة، ينظر إليها وكأنها قد ارتكبت جريمة فلا يتقدم للزواج منها أحد، مع أنها قد تكون مظلومة، أو قد لا يكون هناك توافق كما ذكرنا. After the divorce happens, brothers and sisters, it doesn't mean that people turn into enemies. It doesn't also mean that we look down at women, especially who are divorced, or at men. But mainly people usually blame the women and look down at them. All the wives of the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam were divorcees, except for Aisha radiallahu anha. The rest of them were either widows or divorcees. There is nothing wrong with that. In some religions in the past, in Judaism or Christianity, you're not allowed to marry a divorced woman or a widow woman. But in Islam, there is nothing wrong with such a thing. That should be made, brothers and sisters, the divorce, the last resort. And if it is done, should be done a certain way. And after it is done, there should be ma'roof. ولا تنسوا الفضل بينكم. Nasab or zawaj is supposed to bring families together. It's not supposed to turn people against each other or to make people into enemies or to cause people to cause more divorces. In some families, if someone divorces his wife, the family of the wife divorce any woman that they have who has any relationship to the husband. What is the fault of them? What did they do? That is because of immaturity and because of ignorance. A Muslim is supposed to be adil, supposed to be just. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. You do not punish somebody for something that they did not do or something that they do not have any relationship to. Let us, brothers and sisters, make sure that our families are established on the right foundation. From the beginning, make sure that you choose the right mate for yourself, for your daughter, for your son. Before you rush into marriage, make sure that the one that you are marrying is someone who has the fear of Allah subhanahu wa ta'ala in their heart. That is the general rule. That supersedes any other condition, any other requirements. Prophet alayhi salatu wa salam says, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَا دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَلِيمٌ. If someone with religiousness and taqwa comes to you in marriage, فَزَوِّجُوهُ, marry him. Because if you don't, there will be wide corruption. And there will be tribulation. There will be the destruction of families. There will be divorces like we have now, unfortunately, because people rush into these marriages without asking about religion first and making sure that this man fears Allah subhanahu wa ta'ala and was raised up to be a husband. And this girl fears Allah subhanahu wa ta'ala and was raised up to be a mother and to be a wife. Unfortunately, nowadays, people do not, and even Muslims, do not raise up their children like that. They raise them up to make sure that they seek a certain degree in education, for example, or to seek a certain career, which is fine, but that is not all. You're supposed to prepare them before they get married to know what married life is. You're supposed to give them the example as parents of what a successful marriage is.
Because these images that